بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه استعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة بإذن الله سنتطرق إلى حل تمرين رقم 11 من الصفحة 71، الذي هو إحدى الوضعيات المتعلقة بموضوع استطاعة تحويل الطاقة. ولكن قبل أن نشرع في حل هذا التمرين، علينا أن نذكر بموضوع استطاعة تحويل الطاقة، ونتناول فيه هذين الموردين، مفهوم استطاعة التحويل الطاقوي، ثم ثانيا علاقة استطاعة التحويل الطاقوي بالزمن والطاقة. إذن فبدون إطالة، على بركة الله، مع المفهوم الأول، وهو مفهوم استطاعة التحويل الطاقوي من خلال هذا النشاط المقترح. يقول: جرب ولاحظ. شغل محركا كهربائيا به بكرة صغيرة لرفع حمولة، وذلك بتغذيته ببطارية دلالتها 4.5 فولت، ولاحظ سرعة دوران البكرة، ثم كرر التجربة بعد إضافة على التسلسل بطارية أخرى دلالتها 4.5 فولت مع البطارية الأولى، ولاحظ من جديد سرعة دوران البكرة. قارن بين سرعة دوران البكرة في التجربتين، اشرح سبب تغير سرعة رفع الحمولة في التجربتين، استنتج، عرف استطاعة التحويل الطاقوي. إذن نناقش هذا النشاط في هذا الجدول. إذن هنا لدينا الجدول، صممناه بالكيفية التالية: استطاعة تحويل الطاقة، ثم دلالة البطارية في حين استعملنا دارة كهربائية ذات بطارية واحدة دلالتها 4.5 فولت. هنا كان دوران المحرك بطيء بالمقارنة مع الذي سيليه. العمل المنجز هو رفع الحمولة لعلو قدره H. قال مثلا: ارتفاع من هذا المستوى إلى هذا المستوى، تريد أن ترفع حمولة باستعمال محرك يشتغل ببطارية دلالته 4.5 فولت، فيكون الدوران قلنا بطيء، أو لنقول دوران عادي. بعد ذلك نضيف بطارية ثانية نربطها على التسلسل مع البطارية الأولى، بمعنى أننا نريد أن نحصل على توتر قدره 9 فولت، يعني كأننا استبدلنا البطاريتين معا ببطارية واحدة دلالتها 9 فولت. في هذه الحالة سنرى أن المحرك يدور بشكل أسرع لرفع الحمولة إلى نفس العلو H، يعني العلو لم نغيره، نحن نريد أن نرى سرعة دوران المحرك وسرعة رفع الحمولة. إذن لنفسر، ما هو سبب تغير سرعة رفع الحمولة؟ إذن فتغير سرعة رفع الحمولة سببه هو تغير قيمة الطاقة المحولة من طرف المحرك خلال وحدة الزمن، وهو ما يعرف باستطاعة تحويل الطاقة. يعني ببساطة، في الحالة الأولى عندما كان المحرك يشتغل ببطارية دلالتها 4.5 فولت، كان يحول الطاقة بشكل بطيء. عندما أعطيناه 9 فولت صار يحول الطاقة بشكل أسرع من الحالة الأولى، يعني تضاعفت سرعة تحويله للطاقة. إذن فهذا هو التفسير. فماذا نستنتج؟ نستنتج بأن استطاعة تحويل الطاقة ما هي إلا سرعة تحويل الطاقة. وحينما نتكلم عن سرعة تحويل الطاقة، سنتكلم عن العوامل المؤثرة فيها. إذن فمن خلال المفهوم الثاني، ما علاقة استطاعة التحويل الطاقوي بالزمن والطاقة؟ كذلك هنا يقول: جرب ولاحظ. لدينا مكواة كهربائية، مأخذ كهربائي 220 فولت، جرب ولاحظ، شغل المكواة الكهربائية التي دلالتها 2400 واط و 220 فولت، بعد ضبط معدل درجة الحرارة على درجة 1، ثم كرر التجربة بعد ضبط المعدل على درجة 5، مسجلا الزمن المستغرق لتوهج الزر الأحمر للمكواة في كلتا الحالتين، في
في أي حالة يستغرق تشغيل المكواة زمنا أطول لتحويل الطاقة، في أي حالة يكون فيها تحويل الطاقة سريعا. إذن هذه هي دلالات المكواة 2400 واط وتعمل بتوتر 220 فولت، هذا هو زر التعديل الذي يتكلم عنه، هذه صورة جانبية للمكواة. يقول ما هو نمط تحويل الطاقة في المكواة الكهربائية؟ على ماذا تدل الدلالات المكتوبة على المكواة؟ ما هي الوحدات الموافقة لهذه الدلالات؟ كيف تسمى السرعة في تحويل الطاقة؟ وكيف هي علاقتها بالزمن المستغرق؟ ثم استنتج علاقة استطاعة تحويل الطاقة بالزمن والطاقة، ما هي وحدة استطاعة التحويل الطاقة؟ إذا نناقش هذه الأسئلة سؤالا سؤالا. نبدأ في الأول، إذا علاقة استطاعة تحويل الطاقة بالزمن والطاقة. كذلك هنا صممنا جدولا لننجز فيه المراحل التي تتبعناها. إذا في الحالة الأولى وضعية الزر أين كانت؟ زمن التشغيل وتحويل الطاقة. إذا الحالة الأولى وضعية الزر كانت في درجة واحد، يعني الصفر مغلقة، صفر الدارة مفتوحة ثم نغلق إلى الدرجة واحد. زمن التشغيل هنا سيستغرق زمنا قدره لنسميه تي واحد، ويكون تحويل الطاقة موافقا لها بطيئا، لأننا نستعمل معيارا صغيرا أو تحويلا بطيئا. في الحالة الثانية نرفع الزر إلى الدرجة خمسة، هنا سيكون زمن التشغيل تي اثنين. ماذا تعني البطيء والسريع؟ عند استعمال الزر في الوضعية واحد، زر المكوات لكي ينطفئ، بمعنى لكي يقطع التيار الكهربائي، لأن هناك المكوات مزودة بنظام حراري يفتح الدارة عندما تسخن المكوات إلى حد معين. فعندما يكون الزر في الدرجة واحد، فالزر يستغرق وقتا طويلا لكي ينطفئ، إذن فهنا التحويل بطيء. عندما نضع الزر في الوضعية الثانية عند الدرجة الخامسة، فهنا الزر سينطفئ بسرعة، يعني في ظرف قصير. لماذا؟ لأن التحويل الطاقوي كبير. إذن نمر إلى الملاحظات نوضحها بالعلاقات. فنلاحظ أن تي واحد أكبر من تي اثنين مثل ما قلنا، وهنا التحويل بطيء، يعني من أجل تحويل نفس المقدار من الطاقة في الحالة الأولى نستغرق زمنا طويلا، في الحالة الثانية تي اثنين أصغر من تي واحد لأن التحويل سريع، بمعنى سنحول نفس المقدار من الطاقة ولكن في زمن أقصر بكثير. لنفسر، نمط تحويل الطاقة في المكواة هو حراري وإشعاعي. إذن فالمقدار ودلالته ووحدته. قال ما هو نمط التحويل؟ على ماذا تدل الدلالات المكتوبة على المكواة؟ وما هي الوحدات الموافقة لهذه الدلالات؟ إذن المقدار 220 فولت هو توتر التشغيل الذي تحتاجه هذه المكواة، أو التوتر اللازم لتشغيل المكواة، وحدته هي الفولت. المقدار الثاني 2400 دبليو في هو استطاعة التحويل لهذه المكواة، ووحدته هي الواط. ماذا نستنتج؟ سرعة تحويل الطاقة تسمى استطاعة، قبل الاستنتاج نحن في السؤال الأخير، كيف تسمى هنا؟ كيف تسمى السرعة في تحويل الطاقة وكيف هي علاقتها بالزمن المستغرق؟ إذن فسرعة تحويل الطاقة تسمى استطاعة تحويل الطاقة، وعلاقتها بالزمن المستغرق هي علاقة عكسية، بمعنى كلما رأينا الجهاز يستغرق زمنا أطول من أجل عمل معين فنقول عن
استطاعته أنها منخفضة، وكلما قام بأداء عمل معين في ظرف أقصر فنقول أن استطاعته أكبر. إذن هذا معنى العلاقة بين الزمن وبين الاستطاعة، فهي علاقة عكسية. نمر إلى الاستنتاج. استنتج علاقة استطاعة تحويل الطاقة بالزمن وبالطاقة، وما هي وحدة استطاعة تحويل الطاقة؟ إذن في الاستنتاج، علاقة استطاعة التحويل الطاقوي تتعلق بعاملين، فهي تتناسب عكسيا مع الزمن كما رأينا سابقا. كلما كان الزمن اللازم لإنجاز عمل محدد كبيرا، كلما دل على أن استطاعة هذا الجهاز للتحويل الطاقوي هي ضعيفة أو صغيرة. ثانيا، تتناسب استطاعة التحويل تتناسب طرديا مع الطاقة، أي كلما كان مقدار الطاقة المحول كبيرا خلال زمن ثابت، فهذا يدل على أن استطاعة التحويل لهذا الجهاز أو لهذه الجملة كبيرة. نعبر عن هذه العلاقة أو هذين التناسبين بقانون أو بعلاقة رياضية، يعني أن استطاعة التحويل تساوي E على T، تتناسب طردا مع الطاقة المحولة وعكسا مع زمن التحويل. إذن فهذه العلاقة التي نحسب بها الاستطاعة. ما هي وحدة القياس؟ وحدة قياس استطاعة التحويل الطاقوي هي الواط، أي الجول على الثانية، 1 جول على 1 ثانية يساوي 1 واط. إذا نمر إلى التطبيق. مثل ما ذكرنا، التمرين 11 صفحة 71 الذي ينص على ما يلي: إذا نص التمرين يقول: الأجهزة الكهرومنزلية واستهلاكها للطاقة. وصلت بدارة كهربائية منزلية الأجهزة الكهربائية التالية: لدينا مكواة استطاعة تحويلها 1200 واط، محمص الساندويتش استطاعة تحويله 1500 واط، مجفف الشعر استطاعة تحويله 400 واط. أولا، أحسب الطاقة الممنوحة الكلية في كل جهاز خلال نصف ساعة. اثنين، أحسب قيمة الطاقة الممنوحة الكلية في الدارة خلال نصف ساعة. ثالثا، أحسب ثمن الطاقة في الدارة الكهربائية المنزلية خلال نصف ساعة إذا كان ثمن الكيلو وات ساعي هو 3 دينار. إذا أنشأنا هذا الجدول كذلك لحل هذه الوضعية. لدينا الجهاز والفرن، المكواة ومجفف الشعر. في السطر الثاني ماذا وضعنا؟ استطاعة التحويل لكل جهاز. إذا فالفرن استطاعة تحويله بي تساوي 1500 واط، المكواة بي تساوي 1200 واط، ومجفف الشعر بي تساوي 400 واط. السطر الثالث ماذا وضعنا فيه؟ زمن التشغيل. إذا زمن التشغيل كما تلاحظ أننا لم نقسم السطر إلى 3 خانات لأن الزمن مشترك، قال نصف ساعة. إذا هنا نكتب تي يساوي 0.5 ساعة. الآن الطاقة المحولة، نحسب الطاقة المحولة من لكل جهاز أو لكل جملة بدلالة معطياته، بدلالة الزمن وبدلالة التوتر، ونحسب. إذا هنا لا نحتاج التوتر، لدينا E يساوي P ضرب T، أي الطاقة. هذا القانون الطاقة، وهو مستخرج من القانون السابق الذي رأيناه. قلنا أن الاستطاعة تساوي الطاقة على الزمن، ومنه الطاقة المحولة تساوي استطاعة التحويل في الزمن المستغرق. نحسب لكل جهاز، فتكون الطاقة المحولة في الفرن خلال نصف ساعة 750 واط ساعي، وفي المكواة تكون 600 واط ساعي، وفي مجفف الشعر تكون 200 واط ساعي. إذا الطاقة المحولة الكلية هي مجموع الطاقات المحولة خلال نصف ساعة، أي E تساوي 1550 واط ساعي. ثم نحسب ثمن الطاقة المحولة من طرف الأجهزة معا في هذه المدة أو خلال هذه المدة. لدينا S يساوي E في PE، أي المبلغ أو الثمن يساوي الطاقة المحولة في سعر الوحدة. نطبق، ف
فنجد اس يساوي 1.550. هنا لاحظ اننا حولنا قيمة الطاقة المحولة من الواط ساعي الى الكيلووات ساعي، لاننا نتعامل بالكيلووات ساعي في الدفع. 1.550 كيلووات ساعي مضروبة في 3 دينار، وبالتالي نجد الناتج يساوي 4.65 دينار. إذن فهذا هو الثمن اللازم دفعه بدون حقوق عندما نشغل هذه الأجهزة معا لزمن قدره نصف ساعة. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. في الأخير أسأل الله العلي القادر أن نكون قد وفقنا، كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم منها. وفي حلقات قادمة بإذن الله سنتطرق إلى وضعيات أخرى في هذا الموضوع، موضوع استطاعة التحويل وفاتورة الكهرباء والغاز إلى آخره. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.